وكافه اللجان. المدرسه بتحتوي على 3 لجان فرعيه، وهي اللجنه رقم 21 واللجنه رقم 19 واللجنه رقم 20. انا طبعا متواجد داخل اللجنه رقم 21 واللي طبعا بيرأسها السيد المستشار هاشم الجيوشي رئيس اللجنه رقم 21. سوف يطلعنا اكثر على تفاصيل ونتيجه الفرز وايضا عمليه الاقبال ونسبه الاقبال والتصويت داخل الصناديق. معالي المستشار اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. مساء الخير مشاهدينا الكرام. انا المستشار هاشم الجيوشي نائب رئيس مجلس الدوله رئيس اللجنه رقم 21 التابع للجنه العامه رقم 5 ومقرها. معالي المستشار حضرتك كلمنا عن نتيجه الفرز يا فندم، ويعني في النتائج الاوليه فندم. بالتاكيد هو نتيجه التصويت نتيجه حلوه ومؤشره جدا، وعدد الناخبين المسجلين عندي حوالي 5960. نسب التصويت اللي عندي عالية جدا. أنا عندي أصوات، مجموع الأصوات 1626 صوت، منهم يعني هو هي النتيجة طبعا لم تكن مفاجئة. سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على 1390 صوت من المجموع، ثم تلاه الباطل وهو حصل على 179 صوت. أما المرشح الآخر اللي هو المرشح رقم 2 المهندس موسى مصطفى موسى فحصل على 57 صوت. وبالطريقة دي احنا يعني الأمور على خير ما يرام، وبالتوفيق ان شاء الله. طب معالي المستشار يعني تعليق حضرتك على عمليه الاقبال على العمليه الانتخابيه. لا هو النهارده طبعا اقبال غير مسبوق، ومن الملاحظ ان الفتره من بعد الظاهره بدات شريحه كانت شبه غائبه في اليومين اللي قبل كده، شريحه الشباب اللي هي السن من 35 الى 50 سنه. النهارده لقيناهم فجأة مرة واحدة من بعد العصر، يعني كأنهم يعني خرجوا من أم زي ما بيقولوا يعني. طب يعني نقدر نقول يا فندم حققنا نسبة قد إيه تصويت النهارده يا فندم في اليوم الثالث للعملية الانتخابية؟ لا هو أنا ما أقدرش أقول لك اليوم الثالث، هو طبعًا المجموع كويس جدًا، يعني أنا ممكن يكون عندي نسبة تصويت حوالي 27 إلى 28%. ودي نسبة جيدة جدا جيدة جدا في ظل الجو السياسي اللي موجود النهاردة. وبعدين طبعا هو مؤكد تحياتي لسيادة